فيلم جوجو رابت. تبدأ قصة الفيلم بجوجو ونعرف انه هو طفل صغير عمره 10 سنوات، ونشوفه باول مشهد من الفيلم وهو يتدرب ويجهز ويا صديقه الخيالي اللي يكون اسمه هتلر. وهتلر هو شخصية خيالية جوجو صانعها بمخيلته. وهتلر كان دائما يشجع جوجو ويحفزه على مود يشارك بمعسكر تدريب الشباب حتى هم يشاركون بالحرب العالمية الالمانية. وبمعسكر التدريب نشوف عدد رهيب من مختلف الاعمار من الشباب والبنات، وهم كانوا يتدربون على ايد القائد كي والمساعد مالته اللي اسمه فينكل. اما البنات فكانت تدربهم مدربة اسمها فراولين. والاولاد بالمعسكر كلهم لابسين بدلات عسكرية او يتدربون على انشطة عسكرية مثل تسلق الحبال وحفر الخنادق او قراءة الخرائط او ايضا وضع الالغاز اللي يستخدموها الاعداء. اما فراولين فكانت تتعلم البنات شلون يضمدون الجروح ويرتبون المعسكر. او جوجو كان كل الشاطر ونشط ويتحرك بسرعة، لكن بوقت التدريبات اللي بيها قوة جوجو ينسحب منها. وبثاني يوم تدريبهم كان كل واحد من عندهم لازم ياخذ ارنب وياكله، فجوجو خاف وتردد. او شباب اثنين من اللي واقفين لحظه وخوف وتوتر جوجو، فيستغلون هذا الشيء ويضحكون عليه ويقولوا له انه انت جبان لانه ما قدرت على الارنب وانت تخاف منه. فجوجو يقول لهم انا ما خايف بس انا ما اقدر اقتله لان هو لطيف وبريء. او جوجو ينزل الارنب للارض على مود يهرب، لكن واحد من الشباب يلزم الارنب ويخلص عليه ويقول جوجو الارنب. وهو والاولاد كانوا يضحكون عليه، فجوجو يزعل ويروح يركض بالغابه. او جوجو يتعب من الركض فيقعد على جذع شجره. او بعدها تجي شخصيه هتلر الخياليه ويقول له الارانب حيوانات شجاعه وسريعه، او يعني لا تضوج اذا لقبوك بالارنب. فجوجو يستجمع قوته ويرجع للمخيم ويشوف القائد كي وهو يدرب العساكر على رمي القنابل. فجوجو يسرق واحده من عندهم ويركض بها ويرميها، لكن هو يرميها على شجره فتنعكس وترجع عليه والقنبله تنفجر عليه، وهنا هو يفقد الوعي وينقلوه للمستشفى. او بعد مرور عده ايام جوجو يستعيد وعيه ويقعد يلقى نفسه بالغرفه مالته. فهو يقوم من السرير ويبوع نفسه بالمرايه ويلاحظ انه هو ما يقدر يمشي ويعرج او وجهه كله جروح واثار خياطه. فتيجي امه وتحضنه وتطمنه وتقول له انه انا يمك وما راح اعوفك ابدا. وهنا جوجو يلبس الزي العسكري مره ثانيه حتى يروح هو وامه لمركز التدريب. او جوجو كان رافض انه يروح او يطلع خارج البيت، لكن امه تجبره وتشجعه انه يطلع. فهم يوصلون لمركز التدريب وام جوجو تضرب القائد كي بطنه وتقول له انت ليش انطيته هيك خطر. فكي يقول لها انه هو سرقها مني. او بعدها الام طلبت من القائد كي ان يرجع جوجو للخدمه، لكن القائد كي يرفض ويطلب من المساعده مالتهم انه تشوف له عمل ثاني. فالمساعده تقترح عليه اما يشتغل يرافق الاطفال التوام او ينشر بوسترات التجنيد. فجوجو يختار نشر بوسترات التجنيد. فجوجو وامه ياخذون البوسترات ويطلعون يلزقوها بكل شوارع المدينه. او بعد ما يكملون جوجو يشوف امه وهي واقفه او كانت تباوع على مجموعه من الناس او انه حياتهم منتهيه بالشارع. فجوجو يسال امه ويقول لها شنو مسوين ذولا حتى هيك يموتون، فتقول له اني ما اعرف. او جوجو يرجع للبيت او يدور على امه بالبيت، لكن هو ما يلقاها. او فجاه يسمع صوت غريب جاي من غرفه اخته الميته. فجوجو يروح للغرفه ويدخل، لكن هو ما يلقى احد، فياخذ صوره اخته من الطاوله ويبقى يباوع عليها. وهو يباوع يسمع صوت جاي من الدولاب، فيتقرب من الدولاب ويفتحه بالسكين. وهو يدخل بالدولاب ويتفاجئ من يلقى مخبأ سري موجود بالداخل بألعاب وغراضة هواية. أو فجأة يشوف طفلة قاعدة جوه، فهو ينصدم ويقوم يصرخ ويطلع يركض، فالطفلة تطلع وراه. أو جوجو كان يركض ويوقع من الدرج، فتجي الطفلة وراه. أو جوجو يسألها إذا هي شبح، فتجاوب الطفلة وتقول له إيه أنا شبح. أو جوجو كان يحاول إنه يهرب ويطلع للشارع، لكن الطفلة تركض وراه وتلزمه وتقول له إنه أنا من ديانة مختلفة الألمانيين ما يقبلون بي، وأمك هي اللي ساعدتني على مود أختل هنا. فجوجو يطردها ويقول لها اطلعي برا، لكن الطفلة تاخذ السكينة وتهدد جوجو وتقول له اذا قلت لاحد علي فانت وامك راح تنضرون وراح يقتلونا احنا الثلاثة. فالبنية تاخذ السكينة وتصعد ترجع لمكانها. وجوجو يروح لغرفة ركض ويسد الباب. وهنا شخصية هتلر الخيالية تقول له ابد لا تقبل بهيك وضع وانت لازم تطلعها من البيت. وجوجو وشخصية هتلر الخيالية يبقون يفكرون لحد ما يلقون حلين، يا اما يحرقون البيت او جوجو يروح يتفاوض وياها. فجوجو يختار التفاوض ويروح لغرفة اخته الميتة او يفتح الدولاب حتى يدور عليها. او جوجو كان واقف يم الدولاب ويقول لها انه انا ما خايف من عندك بس انت لازم تلقين مكان ثاني تعيشين به غير بيتنا، فانت شو تقولين؟ لكن جوجو يتفاجئ من يلقى الطفلة ما موجودة بالدولاب، بس هو ينصدم من يشوفها واقفة ورا ظهره وتقول له لا، وهي وقعتها بالارض وتقول له اطلع من الغرفة. وهنا جوجو يهرب ويرجع لغرفة ركض. فهتلر يقول له انه انا عندي خطة تقدر تستخدم خطة القوة الذهنية. فجوجو يسأله ويقول له شنو يعني القوة الذهنية؟ وهتلر يجابه ويقول له يعني تبين لعدوك انه انت ما مهتم له وانه تنطيه امان وسكينه وتقلل من مراقبتها وراح تلقى حل مناسب. او بالليل ام جوجو ترجع للبيت وتشوف ابنها لحد الان هو قاعد، فتعتذر منه لان تاخرت عليه وتقول
الا انا راح احضر لك العشاء. فيروح جوجو وراها للمطبخ ويقول لها اليوم سمعت صوت بالطابق الثاني من غرفه اختي. فام جوجو ترتبك وتقول له انه هاي اصوات الجرذان، انا نسيت احضرك من الطابق العلوي لان الطابق العلوي مليء بالفئران. فجوجو يسكت وما يحكي شيء ثاني. والام تنوم جوجو تطلع تروح لغرفه بنتها حتى تشوف الطفله اللي اسمها اليسا، وهي تحذرها وتقول لها انت لازم تنتبهين من ابني ولا تطلعين يمه بعد، لان جوجو معصب كلش وما راح يتقبل فكره وجودك ويانا بالبيت. وبثانيه من الصبح ام جوجو تاخذ جوجو للمسبح على مود يسبح ويا طلاب معسكر القائد كي، وبعدها نشوف المساعده وهي تسوي جوجو علاج طبيعي الرجله. اما ام جوجو فهي يصير عندها شغل، فتستاذن من ابنها وتطلع، وهو يروح للقائد كي ويساله عن الديانه الاخرى ويقول له اذا شفنا شخص من ديانه اخرى شلون نتعامل وياه. فالقائد كي يقول له اتصل على الشرطه وهم يجون يقتلوه، هو واللي متعاطف وياه. فهو يقول له زين انا شلون اعرف اذا هذا الشخص من ديانه اخرى او لا؟ فالقائد يقول له انا ما اعرف، انت حاول تعرف. او بعدها هو يرجع للبيت ويحكي ويا اليسا ويقول لها خلينا نتفق وخلينا نعقد معاهده صلح، لا اني انطي خبر للشرطه ولا انت تاذيني، وانا موافق انه تبقين ويانا بالبيت لكن تحكي لي عن الديانه مالتكم واشكالهم. فاليسا توافق، او اليسا تحكي وجوجو يكتب بالدفتر، او قالت له احنا شعب نحب الفلوس بس عندنا حساسيه من اللحم والخبز والجبن، اذا اكلنا وحده من هاي الاشياء نموت بسرعه، او يعني اذا تريد تخلص من عندي وكني منهن. فجوجو يعصب عليها وحس انه هي جاي تضحك عليه، فيقول لها منو انت حتى تضحكين على فتى اوروبي من عرق شمالي وبشره بيضاء وعيون زرقاء؟ فاليسا تهجم عليها وتقول له انه احنا مو ضعفاء، وهي ترجع وتختل بالدولاب. او بالليل جوجو يشوف امه وهي تشرب مشروب وسعيده وتضحك كلش هوايه، فيقول لها انت ليش فرحانه هالقد؟ فتقول له الجيش سيطر على ايطاليا او ما بقى شيء وسيطرون على فرنسا ايضا. فجوجو يضرب الطاوله بايده ويقول لها لعد انت ليش سعيده؟ شنو ما تحبين بلدك؟ فتقول له اني احبه بس اني ما احب الحروب. او جوجو يقول لها انت ما تفهميني، او لو ابويا كان عايش كان افتهمني اكثر. فامه تزعل منه وتعوف الاكل وتقوم وتروح تلبس ملابس ابو جوجو وترسم لحيه على وجهها، او بدت تقلد صوت زوجها وتصيح على جوجو وتقول له ما يصير هيك تحكي ويا امك بهيك الطريقه وتقلل ادبك عليها. فهو يعتذر من امه ويتصالحون، او بعدها يبدون يرقصون. وبثاني يوم الصبح هو يروح لغرفه اخته ويطلب من اليسا انه يحكي وياها، فهي تطلع وهو ينطيها ورقه وقلم ويقول لها ارسمي لي اشكال اللي هم من الديانه مالتك او الحاره مالتكم او البيوت اللي عايشين بيها. فتقول له اني خطيبي اسمه ناثان وهو هسه دا يحارب المقاومه. وهي تشوف القلاده اللي لابستها بها صورتها وصوره ناثان، وبعدها تنطي الورقه وكان مرسوم بها وجه جوجو والجروح مالته. فيقول لها انا قلت لك ارسمي شيء يخص الديانه مالتكم مو ترسمي الراس الاحمق. فتقول له احنا هناك نعيش. وجوجو بدا يفكر بخطه وكان يحاول انه ينتقم من اليسا، فيكتب رساله محتواها انه انا راح انفصل عنك لان انا لقيت فتاه غيرك واني احبها وراح نتزوج عن قريب، وعلى اساس هاي الرساله من ناثان خطيبها. فاليسا تزعل وتدخل للدولاب، وجوجو ينقهر عليها ويتندم لانه سوى هيك فعل. فيرجع يكتب رساله من جديد ويكتب بيها عزيزتي اليسا اني احبك واريد الزواج منك، والرساله الاولى كانت للمزح. فجوجو يقرا الرساله لاليسا، واليسا تفرح وتطلع من الدولاب. وبثاني يوم جوجو يروح هو وامه يتمشون بالحديقه لحد ما يوصلون المكان، فتقول ام جوجو انه هذا المكان للعشاق واللي يحبون بعض. وجوجو يقول لها مو وقت حب هسه، احنا حاليا بالحرب. فتقول له الام انه انت غبي، الحب اقوى شيء بالعالم، شعور ماكو مثله، تحس ان الفراشات هي بداخلك. او بعدها يكملون مشي. فالام تقول لجوجو انه انت طفل عمرك 10 سنوات لازم تعيش طفولتك او لا تبقى تحكي بهاي المواضيع، لان بكل بلدان العالم الحرب والسياسه هي لاجل مصالح، والحياه هي هبه من رب العالمين لازم احنا نعيشها. فيرجع جوجو للبيت ويروح يم اليسا ويبقون يحكون، وهي بدت تسولف له عن الديانه مالتها وين يعيشون وشنو يحبون او ليش هتلر ما يحبهم. فجوجو بدا يرتاح لاليسا. او بالليل ام جوجو تروح يم اليسا وتسهر وياها، وهي كانت فرحانه بوجودها لان حست اليسا عوضتها عن مكان بنتها الميته. وبثانيه من الصبح جوجو يروح للقائد كي ويقول له انه انا جاي اكتب كتاب عن كشف الديانات الاخرى، لكن كلها يضحكون عليه وما حد يصدقه ويقولوا له عوف الكتاب هسه واشتغل جاسوس بالشوارع وحاول انه تتنكر. فهو نفذ اللي طلبوه منه، وهو تنكر واخذ عربانه وسوى نفسه يبيع اشياء قديمه. وهو دا يمشي شاف امه تلصق اوراق على الطاولات والكراسي بالشارع، فهو يروح وراها ويقرا بالاوراق وكان مكتوب بيها المانيا حره. فجوجو يروح للمكان اللي يجمعون بيه معادن، وهناك يلتقي بصديقه اللي تعرف عليه بالمعسكر واللي يكون اسمه ريجي. فجوجو يقول لريجي انا لزمت واحد من الديانه الاخرى وهو حقيقي. فريجي يقول له عادي احنا هم القينا القبض على اشخاص من الديانات الاخرى، هم كانوا خاتلين بالغابه وانا حسيتهم ناس عاديين ومثلنا. فيرجع جوجو للبيت وهو يفكر بكلام ريجي صديقه. او جوجو ينطل اليسا اقلام تلوين ويقول لها بالقانون احنا ما يصير الالمانيين نعيش ويا الديانات الاخرى. فاليسا تقول له مو بس
انت الالماني، انت طفل جميل ووحيد. فجوجو يسمح لاليسا انه تسبح بالحمام مالتهم وانه تلبس ملابس اخته اللي ماتت. وباثناء ما جوجو دا يحضر العشاء تندق الباب مالتهم، فهو يقول لاليسا اركض ختلي بسرعه. فاليسا تصعد وجوجو يفتح الباب وهو يلقى مجموعه من المفتشين يدخلون للبيت ويفتشوه. وبنفس الوقت يجي القائد كي ويسلم عليهم وهم يكملون تفتيش البيت. والمفتش يسال جوجو عن امه فيقول له انه انا ما اعرف بس هي عندها شغل ومشغوله دائما. او بعد المفتش يسال جوجو وين السكينه مالتك، فاليسا تطلع وهي لازمه السكينه وتقول لهم انه السكينه عندي. فالمفتش يسال جوجو ويقول له منو هاي، فتقول له اني اخت جوجو واني اسمي انجا. فالمفتش يطلب منها اي مستمسك يثبت انه هي انجا اخت جوجو. واليسا تطلع جنسيه انجا وتنطيها للقائد كي فيقول لها عن المواليد والاسم وهي تجاوبه بالتاريخ. فالقائد كي يقتنع او بعدها يعفها ويطلعون. او بعد ما يطلعون جوجو واليسا يكتشفون انه التاريخ اللي قالته غلط وانه القائد كي عرفها انه هي تكذب وانه هي من الديانه الاخرى. فجوجو يقول لها لا تخافين ما حد يدري اختي انجا ميته وانت تقدرين تاخذين مكانها. او بس ترجع امي راح احاكيها واقول لها على كل شيء واقولها اني اعرفك وانا وياك اصدقاء. فجوجو لما ينزل للمطبخ تطلع له شخصيه هتلر الخياليه وهو يتعارك وياه كان زعلان منه لانه راح يصير صديق اليسا من الديانات الاخرى. وبثاني يوم جوجو يطلع للسوق حتى يشتري اكل فيلقى امه ميته ومعلقه بالشارع بعد ما اكتشفوها انه هي خاينه وتحب الناس اللي من الديانه الاخرى اللي هتلر يكرههم. فجوجو ينهار ويبكي ويزعل وقرر انه يرجع للبيت حتى يخلص على اليسا لان هي السبب بموت امه. فجوجو يدخل للبيت وحاول انه يستخدم السكينه حتى يقتل اليسا، لكن اليسا تلزم ايده وتحاول تهديه وتقول له انه اني ايضا قتلوا امي وابويا بالمقاومه واحنا هسه مو ان غير بعض. وتمر الايام والحروب والخراب تزداد بالشوارع. وبيوم من الايام جوجو يطلع من البيت حتى يجيب اكل فيشوف المدينه بحاله فوضويه بعد ما الرئيس هتلر خلص حياته. وهو يمشي ويشوف صديقه ريجي وهو شايل سلاح ويحارب بسبب قله عدد الجنود الكبار. وريجي يقول له ان اليابانيين والروسيين هم اسوأ من الديانات الاخرى. فراولا تشوفهم من بعيد وهي تنطي مسدس الريجي على مود يحمي نفسه بيه. وفجاه يصير انفجار بالمنطقه فجوجو يدوخ وهو يباوع للناس وهم يحاربون. وهو بدا يخاف ويدخل المكان مهجور يختل بيه. وبعد ما تهدأ الاوضاع جوجو يطلع ويتمشى بالشارع ويشوف الامريكيين وهم يرمون علم الالمانيين ورفعوا علم امريكا وهم كانوا فرحانين ومحتفلين بالانتصار. او واحد من الجنود الامريكيين يلقى القبض على جوجو بعد ما شافه لابس ملابس الالمانيين. وهناك جوجو يشوف القائد كي فالقائد كي يقول له انه انت طفل ذكي ولازم تدير بالك على اختك. فالقائد كي ينزع جوجو ستره مالته ويصيح للجندي الامريكي ويقول له انه هذا من الديانه الاخرى هو مو الماني. فيلقون سراح جوجو. وهنا جوجو يرجع للبيت وهو بالطريق يشوف صديقه ريجي فيسلم عليه. وبعدها يركض للبيت حتى ينطي خبر لاليسا انه هي صارت حره وانه تقدر تطلع من البيت. بس يقرر انه يسوي بيها مقلب ويقول لها انه الالمانيين انتصروا وكسبوا الحرب على مود تبقى يمه وما تروح ابدا لان هو تعود عليها. لكن يقرا رساله مكتوب بيها ناثان حبيب اليسا هو مات بمرض السل. فيقول لها جوجو انه اني احبك واعتبرك اختي واني راح اساعدك على مود تهربين. وفجاه يظهر شخصيه هتلر الخيالي وهو كان ضايج من جوجو بعد اللي سواه باعتبار انه هو خان الالمانيين. لكن جوجو ما يهتم لو يدفعه. وبهاي الاثناء تطلع اليسا من البيت وتشوف سيارات شايله العلم الامريكي وهي محتفله وفرحانه. فاليسا تعرف انه جوجو كذب عليها وانه امريكا هي اللي فازت. فاول شيء تضربه بكف لكن بعدها تسامحه لان عرفت هو يريدها تبقى يمه لان ما ظل عنده احد. ويبدون يرقصون سوا وهم محتفلين بالحريه على خلاف اللي صار خلال هاي الفتره اللي راحت. ولهنا تكون نهايه الفيلم. سويت لكم قناه خاصه بالافلام والمسلسلات الهنديه راح نبدا ننشر بيها جميع الافلام الهنديه اللي انتم تطلبوها. رابط القناه راح يكون باول تعليق مثبت وراح يكون بداخل الوصف او تقدرون تبحثون عنها من خلال كتابه باليوتيوب مستر هندي. لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس.